أصغر لاعب بالفريق. شاب هذا شاب. عندك جوير يا أخي، عندك سعود عبد الحميد، جانج الكوري، متوتر يا أخي، متوتر مستعجل. يا ولد يا جوير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوان، حياكم الله. رجعنا لكم اليوم يا إخوان مقطع فيديو جديد، ردت فعلنا مباشرة على مباراة الهلال والوداد. الهلال زعيم أفريقيا وبطلها وزعيمها التاريخي للأمانة وبطل نسختها الأخيرة، الزعيم الهلالي يلعب مع اليوم مع صاحب الأرض والجمهور. الوداد عملاق أفريقيا يا معلم، الوداد يلي عمل نسخة استثنائية العام الماضي ببطولة أفريقيا. بالضبط، كانت نسخة استثنائية الوداد. فين التسديد يا ولد؟ تسديد من بعيد. رضا الجعدي، رضا الجعدي والتسديد. يمكن أفضل فريق بأفريقيا وباسل يسدد من بعيد. تسديدات شفنا النسخة الماضية، كمية أهداف من برا ال 16 يحيى جبران. في العارضة. العارضة من فوق. العارضة. يا ولد شوف الجمهور الودادي. ما شاء الله كيف طلع عليهم حارس الهلال. الويرس اقوى جمهور في العالم يا جماعه، اقوى جمهور في العالم. انا اشوف اليوم الهلال صعب يربح اليوم مع هذا الضغط الجماهيري، راح تكون هي صعبه على فريقه. ميشيل اليوم، ميشيل وماريجا اليوم بيلعب، وايجالا وسالم رباعي هجومي تقدر تقول. 4-4-2 غياب كاريو اليوم راح يكون مؤثر اكيد، هو الدينامو العقلي المفكر. بغياب سلمان الفرج يعني اليوم يغيبون عن الهلال اثنين من افضل لعيبه اسيا اللي هم كاريو وسلمان الفرج، هاي عدا عبد الاله المالكي، عدا ياسر الشهراني، اصابات كثيره عند الهلال. لا تنسون يا اخوان من اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس. لايك يا اخوان، لايك لايك، اهم شيء اللايك اهم شيء. مباراه راح تكون تاريخيه، لازم اللايك يشتغل يعني، لازم نفجرها هاي المباراه بالعارضة. هو قول 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 يا معلم. الوداد 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 العملود بيستحقوا يا اخي، والله بيستحقوا يعني. العملود 1-0 معلم، وداد الأمة يتقدم دقيقة 50. شوف الجماهير ولعت، شوف شوف الجماهير، شوف 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 شوف. سعود ضربة جزاء، ضربة جزاء، سعود عبد الحميد الظهير الطائر للتأكيد. يشوف الفار سعود كأنه شو كأنه بيشوط يا زلمة. كاريو كاريو ماريجا يا جماعة، ليش كأنه بيشوط؟ انا اخر واحد استنيته يشوط كانه بالهلال، ممكن قويار، ممكن كاريو، ماريجا، صالح الشهري فيها وجهة نظر، بس كانه حاطها والله، كانه حاطها والله محمد كانه. 1-1 دقيقة 93. يا الله يا كانه رايق رايق، روقان كانه روقان. اوه على طريقة جورجينيو. الله عليك يا كنو مكانو. على طريقة جورجينيو هاي. ركلات الجزاء يا اخوان الاولى هلالية، ماريجا وموسى على التنفيذ الاولى. مباراة كانت يا اخوان كنا نستنى متعة اكثر، حماس اكثر، ولكن الفريقين نزلوا المباراة حذرين يعني خايفين من تلقي اهداف. الهلال قدر بالدقيقة الأخيرة بعد شوط أول سيء، الدقيقة الأخيرة من المباراة سعود عبد الحميد يقدر يحصل ضربة جزاء كأنه حطها. مباراة مشحونة طبعا متوترة، طردين، واحد للهلال واحد للوداد، مباراة مشحونة والنهاية شكلها خلاص. أول ركلة للهلال اتسيقناوتي ولا ماريجا؟ ماريجا يا ولد يا ماريجا، الأولى الأولى للهلال عن طريق ماريجا. يحيى عطية الله، يحيى الأولى، يحيى
يحيى ولا المعيوف؟ المعيوف ولا يحيى؟ عطية الله. أعصاب يا أخي، هسه أعصاب، ركلات جزاء أعصاب، وحارس المرمى هو راح يكون الحاسم بهيك مواقف. عطية الله ولا المعيوف؟ يس. اوه بالعرضين، بالعرض هي وبالعرض. لا 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 لا، انا فكرتها جون فاتت. شوف شوف شوف، يوه على الخط بتمشي. يا الله يا يحيى، رفضت الدخول والله، حطها صح بس رفضت الدخول بالقائم من جوا ورفضت الدخول. شوف الكرة، الكرة رفضت الدخول يا جماعة، رغم انها بالقائم من جوا. فيتسو، لوسيانو، الارجنتيني. فيتسو. اتسيغناوتي. اتسيغناوتي. فيتسو. يا ولد يا لوسيانو. خلت جابها التكناوتي. وين حطها؟ حطها بالزاوية. قوية والله تسقناوتي، أنا قلتها بس قوية وزاوية يا تسقناوتي. تأخر كمان شوي، تأخر تسقناوتي شوي، بس تسديدة عالمية من لوسيانو. أيوب العملود، العملود مش العملود، هذا صاحب هدف المباراة، صاحب هدف الوداد أيوب العملود. يلا يا عملود، العملود كيف يا العملود، قدم قوية للعملود. أنا أحسها برا يا العملود. العملود يا ولد، قلت لك العملود، صار اليوم كلهم بشوطات يا سلام. قلت لك العملود، الأربع ركلات على نفس الزاوية لحد الآن يا جماعة. ما في يمكن، بس ما لقي شاطهم. لا لا لا، أربع ركلات على ذيك الزاوية. شو صار يا معلم؟ حتى الحراس بينسفوا عليه يا سلام. يوه بس شوطة حلوة، عيدك تسديدة حلوة. قلت لك العملود، قدم 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 صاروخية. صالح الشهري، الشهري مشكلة، ما ظل عند الهلال حتى كاريو تصور. يلا يا الشهري، الشهري صالح. صاحب هدف أمام بطل العالم بالأندية، صاحب هدف الأول للمنتخب السعودي بالمونديال كان صالح. صالح يا صالح، يا ولد يا صالح، شو هاي؟ إذا أنت قلت شو أنا ما قام يجيب؟ يا أخي صواريخ، صواريخ مش طبيعية. على نفس الزاوية يا جماعة، الخمس ضربات لحد الآن شوفوه عارضة. يمينه يا الله. يا الله قوية. صحيح نفس الزاوية بس قوية يا أخي. تقريبا مثل تسديدة يحيى عطية الله، ولكن هاي دخلت هذيش ما دخلت. مين الثالثة للوداد؟ اوه ناجم، اوه ناجم، احس الولد ما بعرفه بشوطه يا زلمه. اوه ناجم، ممكن ممكن هاي راح تكون مفترق طرق للمباراه، احس هذا متلبك اللاعب. اوه ناجم المعيوف، اتوقع لك المعيوف راح يشيلها هاي. يا ولد عالي. يا ولد افضل ضربه جزاء عالي، هاي ما بتجي حارس المرمى، هاي مستحيل يجيبها، طوله مترين، مستحيل يجيبها حارس المرمى هيك ركلات. يا ولد يا ناجم، شوف وين، مستحيل حارس مرمى يجيب ركله جزاء هيك، مستحيل ما بتجي. هات لنشوف اللي بعده، الرابعه عبد الله الحمدان. يا حمدان يا الله يا حمدان، ليش عندك قويار وعندك سعود؟ ليش الحمدان؟ الحمدان يا الله يا حمدان، الحمدان عبد الله اللاعب الشاب، ضغوط عليه عبد الله. يا ولد يا الحمدان، اربع ركلات هلاليه بنفس الزاويه يا جماعه. يا إلهي داودي، جلال الداودي أفضل مسددين الوداد، أصعب ضيق، هو الخوف بيجي من أفضل المسددين.
الداودي الهدوء والخبرة، الهدوء والخبرة. قلت لك الداودي ركلة الحسم للهلال سعود معناته ركلة الحسم لسعود البليهي. جانج موجود، غويار موجود، مين مصحب الجوير، مصحب الجوير. وشو يعمل دياز يا زلمة؟ أشم رائحة تصدي من التيجناوتشي. ليش 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 يصعب الجوير؟ ليش مو صعب يا زلمة؟ في عنده أحسن، أصغر لاعب بالفريق. شاب هذا شاب، عندك غويار يا أخي، عندك سعود عبد الحميد، جانج الكوري، متوتر يا أخي، متوتر مستعجل. يا ولد يا جوير، شو هان يا ولد يا ولد يا ولد. الهلال يا اخوان لنصف النهائي، الهلال لنصف النهائي رغم الظروف، رغم الظروف الزعيم لنصف النهائي يقابل فلامينغو. يا ولد يا مصعب، خلصها، خلصوها الشباب. رغم صعوبة المباراة يا اخوان، رغم الاصابات، رغم المباراة تعتبر يعني على أرض الوداد تعتبر جمهور ما شاء الله، جمهور غفير، جماهير مساندة لوداد الأمة، ولكن الهلال زعيم، والله زعيم يا إخوان. ألف مبروك يا إخوان للجماهير الهلالية، ألف مبروك، هارد لك لجماهير الوداد الوينرز، هارد لك جماهير. صراحة حرام تطلع من الملعب حزينة للأمانة، من أول دقيقة لآخر دقيقة وهي مساندة الوداد. ولكن الهلال يا أخي، الهلال يلا إن شاء الله، إن شاء الله الهلال بيعبر للنهائي إن شاء الله، إن شاء الله. مقابلته مع فلامينغو راح تكون صعبة وقوية، إن شاء الله خير، إن شاء الله. لا تنسون يا إخوان اللايك، يا إخوان لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد. تحياتنا لكم والسلام عليكم.